السلام عليكم. طبعا هنا هسه راح ناخذ ورا ما اخذنا الانكريبت نجي على الديكريبت. هنا بالعكس راح نعطيك الاوتبوت اريد من عندك النص. هنا لازم تفكر شلون تلقي الحل. بالبدايه حتى انه نفهم الطريقه شلون راح تصير. هنا اكرر الملاحظات، هنا البعد، هنا التشابه، هنا الحرف المدخل. قلنا بما انه صفر صفر معناه انه سيرش ما به اي نص، فاذا قبل اجي صفر صفر اي يعني معناها انه النص مالتي او السيرش مالتي ما به اي شيء، فقبل اكتب اي. تمام، حلو. نيجي صفر صفر بي يعني معناها السيرش مالتي ايضا فارغ، يعني قصدي ماكو تشابه له، ماكو الحرف المدخل، فقبل ادخله. صفر صفر ار يعني قبل ما له اي شو اسمه، فمجرد اضيفه. تمام. وها ملاحظه لازم بالتسلسل تمشي، دير بالك. هنا ثلاثة واحد سي، هنا شغلنا راح يبلش. اول شغله تركز لي عليها شنو التكرار؟ واحد. كم واحد متكرر؟ واحد. ثلاثة البعد. زين، فاجي تجي تحسب من البعد، واحد اثنين ثلاثة، اذا الحرف المتكرر واحد اي، التكرار مالته واحد يعني قيمة واحدة، فمجرد تكتب الاي. زين، الحرف المدخل شنو؟ هو سي. افتهمنا هسه؟ نجي اثنين دي، فقبل اذا اكو، فاذا شو تقول؟ انه الحرف المدخل دي، فما عندي مشكلة، والتكرار هو مرة واحدة واثنين، يعني البعد ايش قد؟ اثنين. فهاي احنا قلنا كانه معناها اكو خط مالت السيرش هذا تحسب، فاذا تحسب واحد اثنين، اذا يعني ايش قد؟ يعني وتكرار واحد، فاذا تاخذ حرف واحد، فاذا اي، وشنو المدخل مالتي؟ دي. حلو. فاذا اجي سبعه اربعه والار، حلو، يعني بمعنى البعد سبعه، فاجي تحسب هذا كانه ماكو خط هنا، فاذا تحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، من هذا الحرف كم واحد من شبهه؟ أربعة، فتحسب أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني هاي كلهن شنو؟ كلهن من شبهات أربعة أي قز أي بي آر أي، وشنو الحرف المدخل؟ اللي هو الآر. فهمنا؟ فإذا نجي على آخر واحد، ثلاثة اثنين الواي، ثلاثة اثنين واي، أجي البعد واحد اثنين ثلاثة، حياة البعد آر ثلاثة، ايش قد من شابه؟ اثنين، فتاخذ حرفين يعني ثلاثة والاي، ثلاثة والاي، فاذا تكتب ثلاثة والاي، وايش قد الواي والمدخل؟ هو واي. اتفقنا؟ هاي هو الحل بكل بساطة. نجي ناخذ مثال اخر. زين، هسه نجي على هذا المثال الاخر. نجي اول شيء صفر صفر اي، فاذا قبل تدخل بالسيرش بفر مالتك اي، ها صفر صفر بي قبل تدخل بي، ما عندنا مشكلة. هنا لا، هنا قال البعد اثنين، فاذا تجي تحسب منه وجاي، ليش؟ لان كان ما عندك الخط مالت شو اسمه هيج. تمام، فاذا تجي تحسب واحد اثنين، صار اثنين هاي الاي. زين، تكرار مالته واحد، ففقط تاخذ هذا، فقبل تقول له اي، شنو الحرف اللي بعده؟ هو اي، هو قال الحرف المدخل اي. هسه نجي خمسة والثلاثة، اجي خمسة والثلاثة. زين، هنا كان عندي نقص، اعتذر. زين، هسه نجي ثلاثة والاثنين، نجي ثلاثة والاثنين، اجي اول شيء اجي على الثلاثة، يعني هذا اهم شيء، فاجي احسب واحد اثنين ثلاثة، اجي اوقف لهنا للبي. كم واحد نتكرر؟ اثنين، يعني قصدي كم حرفين متطابق؟ اثنين، فياخذ هذا وهذا، يعني اول اثنين، فاجي اكتب هنا بي اي، يا اول حرف المدخل اللي هو بي. حلو. نجي على هذا خمسة ثلاثة، اجي احسب خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إذا حرف الأي، حرف شنو؟ الأي. كم واحد متطابق؟ هو ثلاثة، فأجي أخذ ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، يعني صار أي بي، يا بي حرف مدخل هو البي. حلو. هنا اثنين اثنين، أجي أشوف اثنين البعد واحد اثنين، إذا حرف اثنين، كم واحد متطابق؟ اثنين، يعني هذا واللي بعده، فأقول بي. زين، هنا ايش راح اخلي؟ ما اخلي شيء، لانه هو قال انه يعني فراغ، فهو النتيجه راح تكون بهاي الطريقه. تمام. فمجرد يعني انت شنو شغلتك؟ تحفظ هذا الشيء، تحفظ انه صفر صفر اي يعني سيرش ما قبل تدخل، اما اذا صار رقم فقبل تقول انه البعد وتجي تحسب، انت اخر رقم جديد دخلت من اخر رقم تحسب، فاذا تحسب مثلا هسه هذا اثنين واحد، فتجي تحسب توصل الرقم، تشوف كم واحد من الشباب، اذا واحد تاخذه هو نفسه، واذا مثلا فد ثلاثه تقول ثلاثه، يعني هو الحرف واللي بعدهم بثلاثه. تمام، وهكذا.
شعر ربي انه هذا الموضوع فهمته. مع الف سلامة.